يا حي الله يا حي الله ورحب. ازيك ابو موسى؟ الحمد لله يا نجريك، الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، العليم الله انكم شرفتونا، والوجوه هذه اللي معك ما شاء الله عليها طيبه، وجوه سعد وبشارة خير بعد. ربنا يتمم بخير ابو موسى. يما دي العروسه طالقه، الجمال السنوي اللي على حق. انتوا شو تقول يا ولد؟ ايه لا ده انا قصدي يعني ملهاش اخت دي يا ابو موسى؟ ما تاخدش بالك يا ابو موسى، اصل الواد يحب يهزر يعني. انت جننت؟ بتلاقي العروسه هي فرحها؟ كنت عاوز اعبر. لا تعبر ولا تبين، انت تقفل بقك خالص. بقول لك يا ابو موسى، ودي نهبق عليها ولا ايه؟ خد يا ابو موسى دول 21,000 دولار. احنا 7 في 3 ب 21,000. وجواهم كمان النقطة بتاعتي للعروسة. يا سيدي مقبولات منك، بس الزوم بالأول تاخذون واجبكم من الضيافة، أنتم ضيوفنا. لا 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 لا، واجب ولا غيره. لا عندنا شغل. أنت في الزحمة دي والليلة الحلوة دي تاخذنا بالراحة لغاية ما تفتح لنا البوابة بتاعت النفق. يا سيدي على خاطرك. على تقول عنا يا ناجي بيك نصير بالحال إن شاء الله. اسمعوا يا الربع، اتفضلوا جوا البيت ارتاحون شوي وغيرون ثيابكم وبعدين نتوكل. شرفوا. النبي يا باشا، بعد ما نخلص الشغلانه دي على خير لا تجيبني هنا تاني. سايق عليك النبي يا شيخ. هيما عنده حق يا باشا، احنا لازم نرجع هنا تاني علشان ريحه خروف مشوي ملوش حل يا باشا. يلا انت اهو، يلا